السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. ورجعوا فيديو جديد. فيديو يا جماعة راح نلعب لعبة ريبر بوب. طبعاً أنا مسوي فيها. طبعاً أنا مسوي فيها سلاسة. آخر مرة حليت كل هذا. بس يا جماعة قربنا إنه نختم الفصل الأول. ففي هذا ودخلت من الفصل الأول أصير في الفصل الثاني. أنا في كلب الله يكرمكم. لازم هسه لما يعوي راح يجي الجد. جد يا جماعة أنا ما نبي بس شروا كل اشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان يصل كل جديد ونصعد يعني مش مشتركين اعلى. عارفين اكيدين خلي لف تفتح هذا الباب تفتح بعدين نروح نشوف الباب الثاني تحس ودف مش كل شيء يا جماعه لا تخبئ كمان شوي مو انا مش اللي زي انيق خايف وين راح الزي ولا هيك لا ان شاء الله الغيم انا طب طب انتبه اتوقع ان احنا في الوقت لا والله ولا ايش جماعه الفخ هاي جماعه المرحله اللي قبل الاخيره خب هذا لف هذا جماعة سريع كيف لما هي مستحيلة أصلاً حارس هان كلهم حراس شرطة طب ماشي جماعة الآس ما راح أخذ كل إشي بتأخذ مستحيل مهم أصعب منها ما فيه هاي مهمة أصلاً طيب كيف مصعب كثير حلو بس طبعا جماعة انا ما راح اخذ كل شيء يعني بقدر اخذ
هنا في ناس، هنا في ناس. ثواني، طب وين راح تخبى انا هنا؟ جماعه اتوقع انه راح نتخبى في هذا اللي مفتوح مني، شايفينه؟ ايوه هون. اصبر ايوه في هذا نتخشمه. بس يا جماعة آخر ما راح تشوفون الحلا يا حبيبي. هل في مخرج؟ أنا ودي أسوي أرجع من المخرج هذا. لا والله يا جماعة الفكرة، أنا أسوي فوت من بين هذول وأكمل على الباب. والله العظيم مجازفة، مجازفة مجازف مجازف خلاص اللي هي. اسمع بدي ادعس من اليوم، بدي انا اعطيها واحد طيار. لا هل الباب واقف لي؟ اجيب انجمع لو انا تخبيت هنا وما راح اشوف. ادس اي ودس حي ادس حالي هي. ما اروح من هذا الباب لانه هذا على السريع بلفاها. وجي داخل لحظه سلام. مش كل فل الا الاشياء السالفه. اخر مرحله الف تصفيه الحساب جماعة، آخر مرة جماعة اسمها جماعة تسويت الحسابات. لا أنا جماعة عرفت وش راح يصير هنا. أول ما فوت الباب قلتوا جماعة صاحبي كان غدار لدونه لو بقدر. أيوه ها شفتوا قلتوا جماعة أول ما أفتح الباب بس بيجي مليون طاير. هسا جماعة لما أودي أول ما أخذ الكنز بتولع. بس الشرطة والدنيا والحالة بتيجي. والله في البيت كله غلط، كله غلط كله. حلينا المرحلة، ختمنا الفصل الأول. وسط المدينة. اوكي يا جماعة، هذا كان رايح السوق. لقى زلمة وهذا شكله سفاح. اقول وش طار من هذا. خش فيه، خبط فيه، تعبى توسخ، حطاه اياه. اصب عليه لانه هذا ضعيف هذا قوي، لو توزلوا مع بعض. اوكي يا جماعة اطلع من اللعبة. جماعة طبعا جماعة هسه هذا الحلقة الثانية راح خلي ديب حلقة لحال. تبي تبدا بالمقطع واللايكات والمشاهدات راح انزل لكم حلقة ثانية. بس هذا الفيديو لا تنسوا لايك خلاص. بس مع السلامة.